النهارده في الفيديو هنتكلم مع بعض عن أقوى مصدر طبيعي واقتصادي لزيادة التركيز وتقوية الذاكرة. أكتر حاجة علمية مثبتة إن هي فعلا بتفرق جدا في التركيز في الذاكرة في القدرة الذهنية، مش بس كده، لا دي مثبتة علميا إن هي بتحمي المخ عندنا والخلايا العصبية من الآثار السلبية بتاعة تقدم العمر، زي مثلا الزهايمر، زي مثلا الخرف. هي الأوميجا 3. في سؤال دايما الناس بتسأله، هل أنا محتاجة الأوميجا 3 بشكل يومي؟ الأوميجا 3 من الأحماض الدهنية الأساسية، يعني الجسم مش بيقدر إن هو يصنعها، فلازم إحنا نوفرها للجسم بالتركيزات المناسبة لاحتياجاتنا. لازم دايما نكون محافظين على التوازن اللي موجود في أجسامنا بين الأوميجا 3 وبين الأوميجا 6، لأن الأوميجا 6 أو الأوميجا 6 هي حاجة اسمها برو انفلاماتري، حاجة بتساعد على حدوث التهابات في الجسم لو التوازن اختل بينها وبين الأوميجا 3. لكن لو انا دايما بدي جسمي امداد من الاوميجا 3، احمي جسمي من الالتهابات بشكل عام، خاصه مثلا التهابات المفاصل، كمان هي مضاد اكسده قوي جدا، تخلص الجسم من الشوارد الحر. بس خلينا النهارده نركز بشكل خاص على فوائد الاوميجا 3 للتركيز وللمخ. مش بس بتساعدك انك دلوقتي تزود تركيزك والذاكره عندك، لا دي كمان بتحمي المخ وبتحمي الخلايا العصبيه، ودي حاجه معمول عليها ابحاث كتير جدا، من الاثار السلبيه اللي بتحصل عندنا على المخ والتركيز والذاكره مع تقدم العمر. طبعا معروف ان احنا كل ما بنكبر في السن نبدا ان احنا ننسى، تركيزنا ما يبقاش في احسن حالاته. بتحمي كمان من الامراض اللي بتصيب المخ مع تقدم في العمر زي الخرف وزي الزهايمر. يعني مثلا بالنسبه للسيدات الاحتياج اليومي بيكون حوالي 1000 ملي جرام، بالنسبه للرجاله بيكون الاحتياج اليومي حوالي 1200 ملي جرام. الأوميجا 3 بتختلف حسب المصدر اللي أنا باخده منها، لأن الأوميجا 3 بتتكون من مكونين أساسيين، الـ DHA والـ EPA. الـ DHA ده هو اللي مسؤول عندنا عن الفوائد بقى بتاعة المخ والذاكرة والقدرات الذهنية، كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، والتركيز والاعصاب. اما بالنسبة للـ EPA فده المسؤول عندنا عن فوائد الأوميجا 3 الخاصة صحة القلب وصحة الشرايين وخفض نسبة الكوليسترول الضار في الدم. ده اللي بيفرق عندي بين المصادر الجيدة والمصادر اللي غير جيدة. يعني المصادر الجيدة المفروض ان الـ EPA والـ DHA يكون التركيز بتاعهم عالي، يعني يفضل ان هو يتجاوز ال 500 عشان اقدر اقول فعلا ان ده هيديني الفوائد الكبيرة اللي احنا اتكلمنا عنها للأوميجا 3. فانا النهاردة هكلمكم عن افضل مصدر طبيعي اقتصادي للأوميجا 3 عالية الجودة، وهو زيت بذر الكتان. زيت بذر الكتان المعلقة الواحدة فيه بتحتوي على تركيز 2350 من الأوميجا 3 عالية الجودة. بمعنى ايه؟ الـ DHA والـ EPA فيها تركيز 700. على فكرة ده تركيز عالي جدا. انا عايزاكم تبصوا على اغلب انواع الكبسولات اللي بتبقى متوفرة، هتلاقوا التركيز حتى ممكن ما يكونش موجود في الانواع المستوردة اللي سعرها يتجاوز الالف جنيه. فلما احنا بنتكلم على مصدر طبيعي يوفر النسبة العالية دي وبسعر كمان اقتصادي، فدي حاجة ممتازة جدا جدا. وعشان تاخد النسبة دي من الاوميجا 3 من زيت بذر الكتان والنسبة بتاعة الـ EPA والـ DHA، لازم تكون متأكد انك بتستخدم زيت بذر الكتان نقاؤه عالي، تركيزه 100% بدون اي اضافات. زيت بذر الكتان من بيت الزيت، صناعه مصريه بدون اي اضافات، يعني تركيز زيت بذر الكتان فيه 100% ومعصور على البارد. معلقه واحده منه بتديك تركيز 2350 من الاوميجا 3 عاليه الجوده. بالنسبه للسيدات بتحتاج 3 معالق كبار في الاسبوع، وبالنسبه للرجاله بنحتاج 4 معالق كبار في الاسبوع لانهم بيحتاجوا تركيز اعلى. الطريقه بتاعته ده احنا ممكن نضيفه على السلطات، او نضيفه مثلا على الفول اللي احنا بناكله، او ممكن نضيف المعلقه كبيره على كوبايه ميه ونقلبها ونشربها. هيفرق معاكم جدا في التركيز، في النشاط، في صحة القلب، في المناعة، في تقليل الالتهابات في الجسم. طبعا الأهم ان هو هيوفر لكم احتياجكم من حمض دهني مهم جدا وهو الأوميجا 3. هسيب لكم كل المعلومات الخاصة ببيت الزيت في صندوق الوصف او التعليق المثبت اسفل الفيديو. بس كده اتمنى يكون الفيديو افادكم. لو الفيديو عجبكم او سمعتوا اي معلومة جديدة بالنسبة لكم، ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا اعجاب على الفيديو عشان يوصل لاكبر قدر من الناس ويستفادوا. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد.